هذا الخاتم حلو كتير، عجبني كتير، وإذا عجبك أنت فيني إذا بدك لبسك يا تخليني؟ استنى، شو عم تعمل؟ كتير منيح إنه عرفنا لوين فكرانت بده ياخدها للاكشمي. نحنا وقفنا ريشي، وهيك ريشي بيضل بعيد عن لاكشمي. كاريشما، أنت مفكرة إنه ريشي ممكن يضل بعيد عنا؟ المعنى نيلام، شو عم تقولي؟ يعني بعد كل اللي عملناه كيف بده يوصل ريشي لعند لاكشمي، وكيف بده توصل لاكشمي لعند ريشي؟ مو معقول هالشي، مستحيل يصير. نيلام، لاكشمي ما بتعرف انه ريشي راح مشان يتسوق، ولا ريشي بيعرف وين فكرانت اخذها للاكشمي. يعني مستحيل يلتقوا، صدقيني نيلام. بعرف كاريشما، بس انا حاسه باحساس غريب كتير، قلبي عم يقلي انه هنن مع بعض. تتذكري الوزاره؟ تتذكر اللي صار هنيك؟ ريشي حس انه لاكشمي كانت بخطر وراح لعندها فورا. بعدين وقت صارت القصه، الكل كانوا عم يدوروا على لاكشمي وما كان حدا عرفان وينها، بس ريشي نط من على الحفه. ليش؟ مشان لاكشمي. كيف عرف بهديك اللحظه وين كانت لاكشمي؟ اكيد مو لاكشمي اللي خبرته وقتها. يعني كيف قدر ريشي يوصل لمكان لاكشمي؟ كاريشما، حاولي تتخيلي بعد كل هالشغلات اللي صارت معهم، برايك ريشي ولاكشمي مستحيل يكونوا سوا؟ ايه معك حق، بس كيف بدهم يكونوا سوا، وكيف بده يعرف مكانها اذا ما حدا خبره؟ اكيد في سبب حتى عم يقدر ريشي يعرف وين لاكشمي كل ما تكون بمشكله. شو اللي عملته؟ ما كان عم يلبسها الخاتم للخطبه؟ بقى ليش وقفته؟ هو كان بده انه لاكشمي تجرب الخاتم بس، وهلا ليش ما عم اتحكم بحالي؟ أنا بعرف أنهم رح يتزوجوا، وأنا أجيت لهون من شان سلامة لاكشمي. بقى ليش انفعلت؟ عن جد أنا ما في أمل مني. شو بدي أقول هلأ؟ لازم فكر شو بدي أقول. تفضل. شو بك ريشي؟ بصراحة أنت شو عملت؟ فيكرانت كان عم بيلبسها الخاتم للاكشمي، بقى ليش لحتى توقفوا؟ هلا انا شو قلت؟ ريشي شو القصة؟ الحقيقة ما في شيء مهم فيكرانت. لكن ليش وقفتني انت؟ يعني الموضوع مهم شوي. شي بتقول الموضوع مهم شي مو مهم؟ ممكن تحكي لي ليش وقفته؟ وجهة نظرك مختلفة عني ماليشكا، يعني الشغلة ممكن تكون مو مهمة لحدا ومهمة كتير لحدا تاني. بس شو هذا الموضوع ريشي؟ ذكرياتكم سوا، هاللحظة مهمة. ما فهمت. أنا بقصد لو إنك كنت رفيق لاكشمي أو الرابط اللي بيناتكم عادي، كان عادي تعمل هيك، وإذا لبست الخاتم هلأ مو مشكلة. بس أنت رح تتزوجها وعن قريب، ولهذا السبب إذا بتلبسها الخاتم ما رح تعيش اللحظة، ما رح يكون شي مميز لما تلبسها إياه بالحفلة. رح تحس إنك عملت هيك من قبل، وهيك ما رح يكون في إحساس بإنه هي اللحظة مهمة ومميزة، وإنت ما رح تنبسط. لهيك أنا وقفتك. إيه، ولاكشمي كتير حساسة، وبالنسبة لها هي التفاصيل كتير مهمة. لهيك بتصرفك هاد كنت رح تخرب لحظة تلبيس الخاتم. آسف إذا زعجتكم بتصرفي، بس أنا كنت. مو مشكلة، ما في داعي تعتذر أبدا. بظن أني فهمت وجهة نظرك، ويمكن اللي قلته مزبوط. هاللحظات مهمة بالنسبة لي، وما بدي يصير شي يخربها أبدا. وأنا كمان بهتم كتير بالتفاصيل اللي بتهمها للاكشن. في كتير شغلات مشتركة بيناتنا، نحن مناسبين لبعض،
شكرا ريشي. على مين عم تضحك؟ أنا فهمانة كل شي ريشي. وشو اللي فهمانتي؟ ليش وقفت فيكرانت من شوي؟ هلا شرحت الموضوع وبالتفصيل كمان. هذا السبب لك ولا ايه؟ في سبب تاني قول. طبعا هذا السبب. شو بده يكون السبب يعني؟ هذا هو السبب الوحيد. استني فيكرانت. الخاتم. لاكشمي لو سمحتي البسي، متأكد انه رح يطلع حلو بإيدي. طبعا رح يطلع حلو كتير، انت مزوق والخاتم اكيد رح يعجبها للاكشمي. معك حق، ما أنا اللي اخترتها للاكشمي وبتمنى إنه هي تقول نفس الشي عني. ايه طبعاً، حتى لاكشمي رح تقول عنك هيك كمان. لاكشمي احكي، قديش انتي معجبة بفيكرانت؟ خليني ألبسه. حلو كتير. نشتري يعني؟ يعني ايه ولا لا؟ لا. ايه فيكرانت ما ورجيتها غيره، فكيف بدها تقول ايه ولا لا؟ ايه اكيد طبعا بدها اياه. ليش لحتى ترفض خاتم حلو مثل هذا؟ ما هيك لاكشمي؟ ايه لكان رح نشتري. شو اخترتو خاتم؟ ايه هاد. ايه فيكي تضبي لنا اياه. واو ذوقك كثير حلو مدام. ليك فيكرانت، في حدا عم يضل يدق لك، يمكن في شيء مهم، رد عليه خلص. ايه صح، يمكن يكون شيء مهم، رح رد عليهم. عن اذن. الو؟ بعتذر، برجع لكم. موني؟ اهلا. ايه كيفك؟ من زمان ما شفتك. ايه ما شفتك من وقت ما رجعت لهون. ايه معك حق، هي أول مرة منشوف بعض هون. شوفي كيف طالع شكلك، مو معقول. على فكرة كتير حليانة يا بنت. شكراً. قليلي تزوجتي ولا لسه؟ وليش لحتى هلأ أنا أتزوج؟ هلأ مثل ما بتعرفي أنا مركزة على شغلي وبس، وبعدين الزواج. ايه متذكرة أولوياتك، سيرة مهنية ومصاري وبعدين الباقي. ايه وانت شو صار معك؟ زوجتي؟ لسه بس عن قريب كتير. ومين هالبلا فهم؟